بعد هذه الجولة الجميلة لابد لي أن أتحدث معكم قليلاً عن ذلك الموضوع الذي يفترض أن أتحدث عنه اليوم، وهو الفردانية. الفردانية، ماذا تعني كلمة الفردانية؟ الفردانية هي الفرد يعيش مع نفسه أو يحب نفسه أو يعمل بذاته. هناك، خليني أقول، مناشط تتطلب فيها الفردانية، وهناك مناشط تتطلب فيها الجمعوية. وأنا أتكلم الآن عن الفنون بالتحديد. الفن التشكيلي فيه صفة الفردانية، لأنه يعمل بفرد، يعني يعمل بذاته في هذا العمل، فيسمى أحيانا الفردانية في الفن التشكيلي. الفنون بشكل عام، المسرح، السينما، عادة تأخذ صفة الجمعوية. يعني مثلا السينما يحتاج إلى كاتب سيناريو، يحتاج إلى مخرج، ويحتاج إلى إضاءة، يحتاج إلى صوتيات، يحتاج إلى مصور. هذه دائما تأخذ الصفة الجمعوية. لا يمكن يصنع، يعني يصنع فيلم بشخص واحد، وإن أراد أن يكون هو كل شيء في المانشستات العريضة، إلا أنه لابد أن يكون يستعين بمجموعة من المتخصصين في صناعة الأفلام. هكذا هو أيضا الفن المسرحي. المسرح يتطلب إلى إضاءة، يحتاج إلى خلفية، يحتاج إلى ديكور، يحتاج إلى مكياج، يحتاج إلى سيناريو.